Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lil-muttaqin. Fala udwanu illa ala zalimin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin wa sayyidil mu'minin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwan, awalan hayya nashkurullah 'azza wa jalla li'anna bi'inayatihi wa birahmatihi nastati'u al'an an najtami'a fi hadha al-makan al-mubarak. Wa thaniyan hayya bina nusalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam alladhi qad akhraja an-nas min adh-dhulumati ila an-nur. Wa akhiran la ansa an ashkura ila ra'isa jalasa ala hadhihi al-fursa al-mahmuda allati a'taniha la utiya al-khutba fi hadhihi as-sa'ah. Ayyuha al-ikhwa, kana fi al-ghurfati syarf wa yajlisu fi zawiyati al-ghurfati fi wajhi shadidin sadarat al-lawn wa idamu jismi samrat wa badanuhu taqfuf وبدأن في تخرج أحيانا يدفق وأحيانا ويبكي ويصيح ويكره ويتألق. أيها الإخوة من التزيين آنفا أريد أن ألقي الخطبة بالموضوع استئصال المخدرة والأدوية المحرمة. كما عرفنا جميعا أن الشباب يقومون بدور حامل في ترقية الشعوب وتقدمها، فهل أمة الذين سيجاهدون بمستقبل بلدنا الباهر، وهم أيضا أمل الإسلام الذين سيضحون أنفسهم لتتبع تعاليمه في المستقبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يد الشبة أمر الأمة وفي أقدامهم حياتها، رواه مقال. وبهذا كنا نعي أن الشباب سوف يقومون بدور حامل في المستقبل، لكن للأسف كنا نشاهد كثيرا من أصحابنا ومن شباب الآن يتجاوزون عن أحكام دين الإسلام ولا يهتمون بالتربية والتعليم ويتخلقون بالأخلاق السيئة كما شاهدنا في التلفاز أو سمعنا في المذياع أو قرأنا في الجريدة. كثير من أصحابنا الذين يشربون بالخمر ويأكلون المخدرات والأبيض وغير ذلك من الأدوية المحرمة. وكما سمعت في التلفاز أن حوالي 3 مليون من أصحابنا ومن شبابنا قد سقطوا إلى سهل المخدرات والأدوية المحرمة. ما شاء الله تبارك الله. أيها الإخوة، هذا الآن، ولكن كيف في السنة الآتية؟ كيف في السنوات القادمة؟ كم جملة الشباب الذين سيقعون إلى سهل المخدرات والأدوية المحرمة؟ كنا لا نستطيع أن نتفكر ونتصور ماذا سيقع في المستقبل وكيف عبادتنا في هذه المستقبل إذا كان جميع من أصحابنا يخضعون المخدر والأدوية المحرمة. إذا كيف نقبل إلى هذه المسألة؟ أيها الإخوة، في هذه الفرصة سعيدة سأقدم لكم 3 ظروف أو إحوال بطرح وضرب هذه المسألة. الأول، يجوز إلينا أن ندرس الإيمان والتقوى خاصة لكل الأسرة. يجب على كل الأسرة وعلى كل وليد أن يدرس الإيمان والتقوى على أولاده منذ صغرهم، لأن الوالد يلعب دورا مهما في تشكيل شخصيته أولاده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولد يولد على الفطرة، فأبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه مقال. أيها الإخوة، بعد
على أن نسمع الحادث آنفا نفهم أن الوالد يجب أن يؤذن ويعلم أولاده بالإسلام وبالإيمان وبالتقوى منذ صغره. الثاني، يجوز إلينا أن نتحد لأن بالاتحاد سنستطيع أن نسد ونزيل مقدرة الأدوية المحرمة من بلداتنا، كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الإخوة، أمر شعيب وثقيل سيكون سهلا ويسيرا بالاتحاد إذا يتحد المجتمع أو أهل القرية أو الأمر العلماء ومنظمة الشبابية كلهم لإزالة المقدورة والأدوية المحرمة. الثالث، أو هيا نعين أصحابنا أو جيراننا أو إخواننا الذين قد وقعوا إلى السقف مقدرة والأدوية المحرمة، كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. بهذا الدليل أيها الإخوة، نفهم ونحس أننا يجب علينا أن نعين أصحابنا وجيراننا وإخواننا ومن حوالينا الذين وقعوا في السهم المخدر والأدوية المحرمة. هيا ندعوهم وننصحهم أن يرجعوا إلى طريق دين الإسلام، وهيا نجعلهم أن يشعروا بالوعي على أن السرور والنعمة والفرحة التي يجدون من المخدر والأدوية المحرمة أهدوه لا حقيقة ولساعة ولحظة فقط. أيها الإخوة، بثلاثة الطرق التي قدمت آنفا ستأمرون بلداتنا هذه من أخطر المخدر والأدوية المحرمة المهمة. أيها الإخوة الرحيم، أقول الله سبحانه وتعالى: أكتفي كلامي في هذه النار، واطلبوا من سويدا أعرضكم العفو إذا وجدتم من أخطأ من الخطبة آنفا، لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان. أيها الإخوة، إلى اللقاء في وقت آخر، وآخر كلام أقول لكم: أوصيكم بنفسي بتقوى الله وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.